نعم، كان تدخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع الفيفا استجبت الحمد لله، وشكرا شكرا جزيلا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة السي فوزي القجع اللي دخل مع الفيفا واستجبت، وشكرا للفيفا اللي لبات الطلب وحطت 5000 تذكرة في السيت ديالها. إذا المغاربة كلهم يقدوا يمشوا يشروا التذكرة ديالهم. الحمد لله هذا المشكل تحل، وحنا فرحانين لأنه لبوا المطلب للجماهير، والجماهير حنا محتاجين فيها اللي تساند الفريق الوطني، وهي السند الرسمي للفريق الوطني المغربي. شكرا للجميع، ونتمنوا للجماهير المغربية إقامة مريحة ودخول الملعب سلس، ان شاء الله يشجعوا المنتخب المغربي ونفوزوا في هذه المباراه ونفوزوا في الدور الربع النهائي. شكرا لكم.